أراد أن يكون حامياً لتونس ولشعبها ولثورتها، ونجح في تحقيق تحالف بين الإسلاميين والعلمانيين. هو الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الذي ناضل لسنوات طوال ضد نظام بن علي، وبعد أن أصبح رئيساً صار يسعى حتى تحقق ثورة الياسمين ما قامت من أجله. بعد أن انتخب رئيساً للجمهورية، قدم المرزوقي استقالته من رئاسة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه في عام 2001، حيث فاز حزبه ب 29 مقعداً في انتخابات المجلس التأسيسي ليحل ثانياً بعد حزب النهضة الإسلامي. ويرى المحللون أنه صاحب براعة سياسية أتاحت لحزبه تحقيق هذه النتيجة بتركيزه على إزالة النظام السابق بدلاً من استعداء الإسلاميين. تاريخ المرزوقي منذ بداية الثمانينيات يتحدث عن نضاله الحقوقي والسياسي في مواجهة فساد النظام، مما جعله يوضع في السجن الانفرادي في مارس عام 1994 لمدة 4 أشهر، كما حرم من جواز سفره، فمنحه البرلمان الأوروبي ما سمي بجواز الحرية، وأطلق سراحه في يوليو إثر حملة وطنية، وتدخل الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا فيها. أسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي لم ترخص السلطات له، وطالب من خلاله بإسقاط نظام بن علي، فصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام. قوبل هذا الحكم بضغوط دولية على الحكومة التونسية، ليرحل المرزوقي بذلك إلى فرنسا، ثم عاد للدعوة إلى عصيان مدني بهدف إسقاط النظام، ولكنه رحل إلى فرنسا بعد 5 أيام. واصل المرزوقي رحلة نضاله في المنفى من خلال كتاباته السياسية، وعاد إلى تونس في يناير 2011 بعد فرار بن علي. حصل المرزوقي على العديد من الجوائز الحقوقية، منها جائزة هيومن رايتس ووتش عام 1994، وكتب العديد من المؤلفات في السياسة والأدب والطب، منها الإنسان الحرام وإنها الثورة يا مولاي والرحلة وحتى يكون للأمة مكان في هذا الزمان وفي سجن العقل. على مدار عام حقق المرزوقي مع تونس إنجازات وواجه تحديات، ويبقى التحدي الأكبر أمامه هو تحدي الفقر الذي يعانيه أكثر من ربع سكان تونس. بسنت شحاتة، ممكن. أهلا وسهلا بحضراتكم، برحب ضيفنا العزيز وضيف مصر ورمز من رموز الثورات العربية في العالم العربي، السيد الرئيس محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي. أهلا وسهلا بحضرتك، منور مصر. شكرا جزيلا. قبل ما ابتدي حواري بس لفت نظري صورة الشاب اللي حضرتك حطتها على الجاكيت، وهو واضح أنه صورة شهيد. نعم، هذه يعني في إحدى الاجتماعات في مدينة اسمها بنزرت، بعد ما أكملت الخطاب يعني طلعت امرأة يعني وهي التي وضعت هذا يعني هذه الشارة، قالت لي هذا ابني مات من أجل الثورة، لا تنساه أبدا ولا تخلع هذا البينس إلا بعد ما انتهت يعني تنتهي أنك تعيد الاعتبار لكل شهداء الثورة وتنتهي مأساة أهل الشهداء، ووعدتها بذلك، وأنا لحد الآن أضع هذا البينس لأتذكر دوما بهذا الوعد، وبأنني فعلا لا أخلعه إلا لما يعني يغلق هذا الملف، وهو ملف مؤلم جدا لأن وراءها يعني مئات من النساء ومن الرجال اللي دفعوا ثمن باهظ عبر أولادهم الشهداء وأولادهم الجرحى، واللي لحد الآن الثورة تحاول إنصافهم، ولكن نظرا للصعوبات البيروقراطية ونظرا لألف عقبة وعقبة نحن نعتبر أننا ما زلنا مقصرين في حقهم. كان واضح جدا من بداية دخول حضرتك القصر الرئاسي والتداخل بأسر الشهداء أن هذا المشروع فاصل وله معنى عند الشعب التونسي وسيؤثر كثيرا. حضرتك قلت لي ان لسه ما قدرناش نوفيهم حقهم، واحنا عندنا ايضا مشكله الشهداء في مصر ما زالت مشكله. ايه هي المشكله بالضبط؟ يعني مشكله البيروقراطيه بتعوق ايه وحضرتك تجلس على كرسي الرئاسه؟ هو تعتقد انك لما تجلس على كرسي الرئاسه انه سيكون كن فيكون وانه هذا ملف بسيط، ثم تكتشف التعقيد مثلا فقط في القائمه، يعني انه فقط لكي تعرف قائمه الشهداء
يصير فيه تداخل. احنا صار عندنا في المجلس التأسيسي كاد ان تكون يعني بعد ما قرأنا قائمة كنا نعتقد انها القائمة الحقيقية، صارت مظاهرة في مدن كثيرة في تونس لانه ناس اعتبرت انه هذه القائمة لا فيها اسماء غير موجودة وهم شهداء، وبالتالي فان التدقيق فقط في قائمة الشهداء مشكلة، في قائمة الجرحى ايضا مشكلة، لانه للأسف الشديد دخل على الخط بعض الناس، بعض المتاجرين بالدم وبالشهداء وبالثورة، فجاءونا مثلا ببطاقات تدعي انهم جرحوا ابان الثوره، واتضح فيما بعد ان الامر كذلك. اذا فقط قضيه يعني معرفه من هم الشهداء. طبيعه الحال 90% معروفين، لكن 10% هل هذا الشخص مات في حوادث فعلا متعلقه بالثوره ام في سرقه عاديه؟ مساله صعبه يعني في كل الاتجاهين. فقط في قضية القوائم يعني اتصور فيما بعد في قضية التعويض مثلا انه الجرحى الكثير منهم يحتاجون الى خدمات طبية، الكثير منهم يحتاجون الى خدمات طبية من نوع خاص جدا، نحن نوفر هذه الخدمات الخاصة جدا، لكن منهم من لا يقتنع يقول لك لا ربما في بلدان اوروبية او في امريكا او في قطر هناك حل. نقنعهم بانه لا، انا كطبيب اقنعهم انه احنا عندنا ما يكفي من المهارات الطبية، يصرون فماذا نفعل؟ أحيانا يعني نريد أن نجبر خاطرهم فنبعثهم ونحن على قناعة أنهم يعني لن يجدوا الحلول السحرية في لأنه الطب في تونس متقدم نسبيا يعني إلى آخره إلى آخره. ثم أيضا قضية القوانين يعني للتسريع بإعطائهم حقوقهم، مثلا نحن نريد أن نبني نصب نكتب فيه أسماء كل الشهداء، هذا يستغرق وقت، الناس يعني تطالب بسرعة. هذه هي المشاكل اللي تخلي الإنسان يعني رغم كل يعني الإرادة السياسية فإنك تكتشف العديد من المشاكل. على كل حال نحن والحمد لله إن صح تعبير ماشيين في غلق هذا الملف، سيتطلب بعض الوقت، لكن أنا عندما أذكر ماذا سأنتظر إخوتنا السوريين مثلا يعني أنا أشعر بالشفقة ليس فقط على أهل الشهداء والجرحى فهذا من تحصيل الحاصل، وإنما عن من سيأخذون هذا الملف، يعني لأنه إحنا الأعداد كبيرة طبعا جداً. إحنا نقول إلا 300 شهيد يعني إلا بطبيعة الحال كل شهيد هو خسارة كبيرة لا تعوض، لكن لما تقارن بالآن 15,000 شهيد ومن من يدري أخرى 20 نعم. وعشرات الألاف من الجرحى سيكون ملف من أصعب الملفات وسيستهلك كثير من الوقت ومن الجهد ومن الموارد، والله يسامح أو الله لا يسامح من تسببوا في هذه المآسي. يعني تصور ماذا تكلفته شعوبنا من آلام لمجرد أنه بعض الأشخاص الحقيرين يتمتعوا بسرقة الملايير ويتمتعوا بالاستبداد ويتمتعوا بالتأله على سطح الأرض. يعني شوف من جهة ما كلفه هؤلاء الاستبداديون للشعوب من آلام ومن تضحيات ومن موارد ومن كذا، بس ليستبدوا وهم يعلمون أو لا يعلمون أن الاستبداد هو دائما نهاية حزينة كالتي يعرفونها اليوم. طيب حضرتك نقلتني الملف السوري بسرعة شوية بس هروح له. حضرتك عرضت اللجوء السياسي للرئيس السوري بشار الأسد أن يأتي إلى تونس حقنا للدماء؟ شوف هي قصة هي في الواقع لم تقع كالتالي. أنا اعتبرت أنه الحل السياسي لمأساة سوريا هو الحل اليمني، أنه يعني هذا الرجل يذهب إلى مكان يختاره هو، وبطبيعة الحال أنا ذكرت روسيا بما اعتبار أنه صديقي. صار فيه جدل أنه بعض الناس قالك لا، وإذا يعني واحد من الصحفيين قال لي روسيا رفضت فهل أنت قابل أن إلى آخره، يعني بلهجة التحدي وبلهجة السخرية، فجدت طبعا لما لا، لكن هذا زي لأنك تقول لي لو نزل الثلج في الصحراء هل ستقوم ببناء يعني منتجعات التزحلق على الجليد، وأقول لك إيه طبعا وأنا أكون أيضا من الممرنين. يعني كانت رد، هو سؤال كان استفزازي وكان رد من هذا النوع. بطبيعة الحال يعني بشار الأسد لن يقبل أبدا بالمجيء إلى تونس، يعني هذه فرضية نظرية، لكن وراء هذه الفرضية النظرية فكرة ما زالت موجودة إلى حد الآن، وهو لحقن دماء السوريين يجب هذا الشخص أن يجد ملجأ، لأن القاعدة أنك عندما يكون هناك نمر جريح وتحاصره من الجهات الأربعة وليس له مخرج فأنه يستميت في الدفاع عن نفسه، وهذا معناه أنه سيتكلف مئات أو آلاف من السوريين. أنا اللي يهمني هو الآلاف من السوريين أن يبقوا على قيد الحياة وأن لا يجرحوا. إذا تطلب هذا الأمر أن نترك لهذا الشخص منفذ ليخرج ليرحل وهذا منافي للعدل، بطبيعة الحال هذا منافي للعدل، لكن أنا دائما وأبدا أضع الحياة قبل العدل، أنه لإنقاذ آلاف من السوريين لكي لا يموتوا فليذهب هذا الرجل وليترك في حال سبيله، المهم هو أن نحفظ ونحقن دماء السوريين. هذه الفكرة الأساسية وأعتقد أنها ما زالت قائمة لحد الآن.
طيب هذه الفكرة حتى ولو كان رد حضرتك استفزازي أو نتيجة لاستفزاز السائل، إلا أنه في النهاية بيطرح وجهة النظر الأخرى، أو فلنذهب إلى المملكة العربية السعودية. نعم. تلتمس الأعذار للسعودية وترى حسن النوايا عندما رحبت بالرئيس السابق زين العابدين وهو حقنا للدماء وحلا لمشكلة في تونس. لا، لأنه يعني الوضع يختلف، الوضع يختلف، لأنه أولا يعني بن علي أجبر على الفرار وهرب بكيفية مشينة، ويعني الشعب التونسي ثار ضده واكتشف حجم السرقات وحجم الفظاعات التي تركها هذا الرجل. نحن اليوم الخيار ليس بين الحياة والعدل، لأنه يعني التونسيين فرضوا وجودهم وفرضوا أنفسهم. اليوم القضية هي قضية عدل، بما أن الحياة ليست حياة التونسيين ليست في المهب، إذن يمكن أن نطالب بالعدل. لماذا أنا أضع الرحيل السوري؟ لأنه مثل ما قلت لك أفضل الحياة على العدل، لكن الآن ليس هناك خيار بين الحياة والعدل. الخيار الآن بين العدل والظلم، والظلم هو أن يتمتع سارق سرق مليارات من الدولارات للتونسيين الفقراء أن يتمتع بهذه السرقات، أن يعيش هانيا في قصره، بينما آلاف من الجرحى يعانون إلى الآن من نتائج أفعاله. نحن الآن في موضع يمكننا من المطالبة بالعدل، لأن هذا العدل لا يشكل خطرا على حياة التونسيين. وأعتقد أن أخوتنا السعوديين يجب أن يفهموا أنه يعني من الطبيعي أن العربي الشهم يجير من يستجير به، لكن يجير من يجير لاجئ سياسي، يجير يعني شخص دافع عن العروبة والإسلام. هذا الشخص دنست المصاحف في عهده، في السجون دنست المصاحف في عهده، وهو لم يحارب الإسلاميين بقدر ما حارب الإسلام. كيف يمكن لأرض هي أرض الإسلام أن يعني أن تعطي اللجوء لسارق، لشخص يعني تسبب في مئات من الشهداء، في آلاف من الجرحى، سرق للتونسيين الفقراء ملايير الدولارات ويتمتع بها الآن هو وعائلته؟ هذا ليس عدلا، والإسلام جاء لينشر العدل بين الناس. ولذلك باسم الإسلام أعتقد أنه على أخوتنا السعوديين أن يسلمون أن هذا الرجل، وأن لا يضعوا هذه يعني الشهامة البدوية التي أتفهمها في غير محلها. لو عرض أن يرد الأموال التي نهبها من الشعب التونسي، هل قد يكون في هذا مبرر لتتركوه؟ والله يعني هذا سؤالك زي سؤال صحفي الآخر. لو يعني لو نستطيع أن نفعل كل شيء، هذا الشخص لن يرد الأموال لا لشيء، لأنه سيكون في هذا اعتراف بأنه سرق هذه المليارات، لكن لا أعتقد هذا. وبالتالي لن أرد على أسئلة لو، لأنه بلو مثل ما يقال نستطيع أن نضع باريس في 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 كوباية ماء. طيب سأذهب بلو وسأقول لو أخرى، لو السعودية لم تسلم المملكة العربية لم تسلمه، هل قد يؤثر هذا على العلاقات بين البلدين؟ العلاقات بين الدول تبنى دائما وابدا على المصالح، يعني ستبقى العلاقات بين، لكن في 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 قرارة أنفس التونسيين سيكون هناك نوع من يعني نوع من التحفظ على هذا الموقف، وهذا سيؤثر بطبيعة الحال على العلاقات بين الشعوب وفي العلاقات الإنسانية، لأن التونسيين لا يفهمون أن يعني أن بلد عزيز كالسعودية يأوي لصا وسارقا ومجرما ارتكب في حق الشعب التونسي كل هذه الفظائع. نفس الشيء بالنسبة لرئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي السابق. نعم. وهو موجود في تونس، وحضرتك غضبت غضبا شديدا عندما وافقت الحكومة على إعادته لليبيا رغم الاتهامات التي تلاحقه. أيضا حضرتك كنت تنطلق من أي أرضية؟ أنطلق من أرضية أنه أنا لم أناقش أبدا في مبدأ تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا، لأنه عندما تطالب أنت بتسليم بن علي إلى تونس فمن باب التناقض الجذري أنك ترفض للآخرين ما تطالبه لنفسه. يعني أنا لم أناقش أبدا في مبدأ تسليم السيد البغدادي المحمودي، ولكن كنت أعتبر كمناضل حقوق الإنسان أن تونس مطالبة باحترام تعهداتها الدولية، هو أنك مثلا لا تسلم لاجئا سياسيا لم تثبت عليه تهم، خاصة إذا كان في البلد الذي يمكن أن يسلم له هناك وضع غير مستقر، وهناك لا تتوفر شروط المحاكمة العادلة والنزيهة. احنا اعتبرنا أن الوضع الذي تمر به الشقيقة ليبيا خاصة قبل الانتخابات لم يكن يوفر هذه الشروط، وقلنا أن عندما تتوفر هذه الشروط احنا بعثنا لجنة إلى ليبيا وجاءت بتوصية من المجتمع المدني الليبي تقول أنه يجب تسليم هذا الشخص بعد الانتخابات حتى لا يكون ورقة انتخابية بين اللاعبين المختلفين. وبالتالي هذا ذلك كان القرار، أنه عندما اكتمل الشروط آنذاك سنسلمه لمحاكمة
نكون على ثقة 100% أنها محاكمة عادلة ونزيهة. في تونس شروط المحاكمة العادلة والنزيهة متوفرة، نحن دولة قانون. في تونس لا خوف أبدا من أن بن علي يعني يتعرض إلى أي سوء معاملة، لأن هناك منظمة حقوق الإنسان، لأن رئيس الدولة حقوقي إلى آخره، بحيث لا يوجد أي خطر من أن تكون هناك أي تجاوزات. في ليبيا في تلك المرحلة كانت هناك تجاوزات. على كل حال أنا سعيد أن الإخوة الليبيين أقاموا انتخابات حرة ونزيهة، وأتمنى بسرعة أن يعني وأنا عندي ثقة أن دولة القانون والمؤسسات ستنتصب أيضا، وأن المحاكمة العادلة التي يجب أن يتمتع بها هذا الشخص ستكون يعني موجودة، وإن شاء الله يعني هذا الملف يغلق حتى لا يؤثر في العلاقات التونسية الليبية، وخاصة حتى لا يؤثر في العلاقات التونسية التونسية، لأنه سبب مشكلة كبيرة مع السيد رئيس الحكومة. احنا في حكومة ائتلاف فيها مشاكل، سببت هذه مشكلة كادت أن تعصف بالائتلاف، لكن من حسن الحظ أننا كنا تداركنا المشكلة وأغلقنا هذا الملف، أخذنا منه يعني الدروس لمزيد من التفاعل أكثر. على كل حال محنة ومرت إن شاء الله، إن شاء الله لا تعود. سيادة الرئيس، لديكم تنازع سلطات في منصب الرئيس كما لدينا في مصر الآن؟ طبعا طبعا، احنا الان في مرحله تجريبيه ان صح التعبير، لانه احنا تعودنا على النظام الرئاسي، والرئيس يحكم بامره وله كل السلطات الى اخره، هذا انتهينا منه. احنا اليوم في تونس نعيش في نظام ليس نظام رئاسي وليس نظام برلماني، نحن نعيش في نظام مجلسي، يعني انه السلطه الحقيقيه موجوده لدى المجلس التشريعي. نعم، المجلس التاسيسي، والمجلس التاسيسي احال جزءا من هذه السلطات، اعطى السلطه التشريعيه، لانه المجلس التاسيسي هو سلطه تنفيذيه وتشريعيه ودستوريه وكل شيء، يعني كل السلطات مجسمه في هذا المجلس لهذه مرحله انتقاليه، بانتظار ان يكون لنا دستور يفصل ما بين السلطات. اذا في هذا الوضع المجلس التاسيسي أعطى جملة من الصلاحيات لرئيس المجلس التأسيسي، وهو كتابة الدستور، الإشراف على القوانين، إذن الجزء التشريعي من السلطة، ثم أعطى جزء من السلطة التنفيذية للسيد رئيس الحكومة، وهو بالأساس الأمور الاقتصادية والاجتماعية، وأعطى جزءا من السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية التي هي الدفاع والخارجية أساسا. بهالكيفية هذه السلطات موزعة بانتظار أن يأتي الدستور وأن يقول ما هي صلاحية رئيس الجمهورية، ما هي صلاحية رئيس الحكومة، وما هي صلاحيات المجلس التشريعي البرلمان. وفي هذا الأثناء بطبيعة الحال يمكن أن يقع تداخل، أن يقع تشابك، أن يقع أحيانا صراع، وهذه طبيعة السياسة وطبيعة الأشخاص الذين يمارسون السياسة، لكن إلى حد الآن والحمد لله يعني الأمور ماشية، وعندما تأتي أزمة فإنها تخض وتهز التحالف، لكن بسرعة يقع تداركها، لأن كل الناس شاعرين بمسؤوليتهم، وأنه لابد أن نذهب بتونس إلى بر الأمان، وبر الأمان هو بعد 10 أشهر بالضبط، يعني الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد أن أكون أكملنا الدستور. إذن شعورنا كلنا بالمسؤولية وبهيبة هذه المسؤولية وبهيبة اللحظة وبخطورتها تجعلنا يعني نتماسك ونتفادى كل الهزات لنذهب إلى هذا المسار، ثم بعد نسلم الأمر لمن سيأتي بعدنا، أو نحن وصلنا نكون قد وصلنا أيضا في كنف شرف أداء هذه المأمورية في هذه اللحظة الخطيرة من تاريخ بلادنا. سيادة الرئيس، من سنوات حضرتك قلت أن القرن 21 هو هيكون قرن الثورات العربية. نعم. حضرتك كنت مستشرف ده إزاي؟ يعني ما هي المؤشرات اللي كانت بتقول أن هذا القرن تحديدا هيكون فيه ثورات عربية في المنطقة؟ أنا لا أقرأ في فنجان قهوة، أنا أقرأ كتب التاريخ. كتب التاريخ ماذا تقول؟ تقول أنه الأمم العظمى والأمة العربية مهما كان أمة عظيمة بحجمها، فقط لأن فيها 300 مليون نسمة، يعني لأنها ممتدة على مسافة 9 مليون كيلومتر مربع إلى آخر، لأن أمة لها 15 قرن من التاريخ، أمة عظيمة رغم أنها فقيرة ومجزأة. والوضع أنا قرأت تاريخ الصين، الصين في القرن 19 وبداية القرن 20 كانت تماما مثل الأمة العربية، يعني مجزأة مفككة فقيرة محتلة مهانة مذلة إلى آخره، وكل هذه يعني السلبيات الفقر والتخلف والاستعمار وكذا كانت القوى الحقيقية التي فجرت فيها طاقات التحدي، لأن توينبي وهو من أكبر المؤرخين يقول لك أن كل الحضارات ولدت من رفع التحدي، وأن كل الأنظمة السياسية ولدت من رفع التحدي، وبقدر ما تكون التحديات التي يواجهها شخص
أو شعب أو حضارة كبيرة بقدر ما تكون قدرة الانتفاضة أو قدرة الانتصار أكبر. ولهذا عندما كنت أرى حجم التحديات المطروحة على الأمة العربية، التجزئة والفقر والتخلف والتبعية الأخيرة، كنت واثق أنها ستجد في هذه يعني في هذه السلبيات القوة الكافية لكي تنفجر. ويعني كانت المراهنة في محلها، لأن الشعوب أو يعني إذا لم يقتلها المرض فإنها تزداد مناعة. يعني وأنا كنت شايف إنه هناك يعني تطور في هذه الأمة، وبالتالي فإن يعني أحلامها في الوحدة، أحلامها في التحرر، أحلامها كانت كلها موجودة. وشعوب عادة تنتهي هي لا تحلم إلا بما تستطيع تحقيقه، وبالتالي فإن عندما تطرح تلك الأحلام فمعناها أن هذه الأحلام مشاريع، يعني كانت مشاريع واضحة، وبالتالي فقط مسألة زمنية حتى تتحقق هذه المشاريع. سيادة الرئيس، رحلة طويلة قوي من المعارضة والسجون إلى كرسي الحكم، أيهما أيسر؟ ولما حضرتك بتبص على اللي فات، المعارضة أيسر، أرسل بكثير. أنا في السجن كنت أنام، الآن لا أنام، يعني في السجن يعني كنت أضع رأسي على المخدة ولا يعني مرتاح الضمير، ولأنه في السجن في آخر المطاف ليست لك مشاكل تعالجها، يعني أنت خلاص تخلصت من المشاكل، الآخرين هم اللي يعالجوا مشاكلك، أنت تجالس في السجن مرتاح، زوجتك هي اللي تتعذب لتجيب لك القفة، أولادك هم اللي يتعذبوا، هذا وهذه يعني مأساة السجناء، أنه في آخر المطاف من يدفع الثمن هو العائلة، أصدقائك هم الذين يناضلون من أجل إخراجك للسجن، أنت جالس يعني مش مرتاح لأنك لا توجد راحة في السجن. لكن على الأقل يعني ملفك أنت لا تستطيع أن تفعل شيء، وملفك بين أيدي الآخرين. عندما تكون في السلطة كل الملفات نزل على رأسك كلها ليلا نهارا. الآن البارح مثلا أنا كنت هنا في مصر، جاتني مرة قالت لي ليش الماء مقطوع في تونس؟ طيب أنا شو دخلي أنا في الماء مقطوع في تونس؟ لكن بالنسبة لهذه المرة، مدامك أنت رئيس الجمهورية، مدامك أنت مسؤول على قطع الماء في 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 في, في بعض المناطق. وهذه المشكلة، أنه لحد الآن الناس ترى في رئيس الجمهورية هو الشخص المسؤول عن كل الملفات وعن كل المشاكل، وأنت لا تستطيع أن تقنع الناس. أولا أنك لست إلها كن فيكون، أنت مجرد بشر عادي تواجه كل المشاكل التي يواجهها، أن الحلول ليست سحرية، أنه يجب الكثير من الوقت. أنا مثلا أعطيك فكرة، أنا اكتشفت أنه لما مثلا أعطيك منطقة في منطقة القصرين أو تالة أو كذا اللي هي يعني تعاني من الفقر ومن الخصاصة ومن البطالة، عندما نقرر أن يعني أن نبعث مشروعا في تلك المنطقة، ففقط يعني انك يعني دراسة المشروع ويعني وضع هذا المشروع حيث التطبيق، ثم الدعوة الى المناقصة العمومية، ثم بناء المصنع، ثم تشغيله، يتطلب سنتين، والناس تقول لك نريد العمل الان. طيب كيف انا اعمل لك الان؟ انا اعمل لك مصنع كيف؟ هذه يعني وهذه هي المشاكل التي يعاني منها اي مسؤول، هو ان الناس طلباتها كثيرة، حاجيتها كثيرة، حاجية شرعية، لكن إما الإمكانيات قليلة، وإما الإمكانيات، إما هناك بيروقراطية يعني تعطل، وفي كل الحالات حتى لو كانت هناك بيروقراطية لا تعقل وإمكانيات، فأنت بحاجة إلى الوقت يعني، والناس يعني لا تنتظر. وأنا أفهمها يعني، إنسان جعان تقول انتظر سنتين حتى أجيب لك شغل، يقول لك لا أريد الآن شغل الآن. طيب كيف أعطيك شغل الآن بما أنه هذا الشغل هو سينتج عن المصنع الذي سنبنيه، وبناء المصنع سيتطلب سنتين ثلاث، ماذا نفعل؟ يعني هذه المشاكل، كثرة الحاجيات، قلة الموارد، نفاذ صبر الناس، وجود البيروقراطية، تكتشف هما يعني كبيرا من المشاكل ويجب أن تتعامل معها. ولهذا أنا بصراحة مثل ما قلت لك يعني في السجن كنت أنام، والآن لا أنام كثيرا، لأنه المشاكل تلاحقك ليلا نهارا. كم ساعة بتنامهم في اليوم؟ والله الواحد ياخذ 4 ساعات يكون يعتبر نفسه عمل إنجاز، سعيد يعني، عمل شيء كبير يعني. ثاني انا دائما اقول انه مشكله الرئاسه، انا بحكي لك نكته يعني، لما اخذت الرئاسه كلمت اختي اللي بمزح معها، قلت لها خلاص وجدت شغل، لأنه كنت أنا مطرود من الجامعة، إذن كنت أعتبر بدون شغل، قلت لها خلاص أنا وجدت شغل لكن فيه مشكلة. قالت لي شو هي المشكلة؟ قلت لها والله مهنة لكن أولا ما فيهاش ترقية، يعني ما فيش باش رئيس، وثانيا ما فيهاش ترسيم، دائما تبقى مؤقت، هم الآن يشدني في كلمة مؤقت، لكن أي رئيس جمهورية بطبيعته مؤقت. والشيء الثالث في هذه المهنة أنا ما فيهاش وقت، يعني أنك لا تستطيع أن تقول مثل أي موظف سأذهب من الساعة 8 إلى الساعة 7 مساء، لا، هذا تشتغل 24 ساعة على 24، 7 أيام في الأسبوع، المشاكل تلاحقك كل اليوم. ولهذا أنا لا أقول أن أتحسر على وقت المعارضة، لأنه شرف كبير أن تخدم بلدك، لكن ثمن باهظ،
ثمن باهظ لهذا الشرف. هو شرف كبير، لكن الثمن الذي تدفعه أيضا ثمنا باهظا لا يتصور البعض كم هو باهظ. ملامح كثيرة تجمع بين السيد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي والسيد الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري، أشياء تجمع بينهما وأشياء تفرق بينهما، لكن الجامع الأكبر أنهما أول رئيسان لمصر وتونس بعد الثورة. نلتقي بعد الفصل.